وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني عماد أبو الروس. أهلا ومرحبا بك أستاذ عماد. بداية، كيف ترون زيارة كوشنر للمنطقة، وهل أصبحت صفقة القرن أمرا مقضيا برأيك؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من الواضح بأن الولايات المتحدة تسير بشكل متدرج لتمرير صفقة القرن. طبعا تأتي زيارة كوشنر للمنطقة بعد الأزمة التي حدثت في الأردن، ومن ثم تلبية دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات لاحتياجات الأردن، وبعد ذلك تأتي زيارة نتنياهو السريعة إلى الملك عبد الله، والحديث عن لقاء جمع بين الثلاثي بين محمد بن سلمان ونتنياهو والملك عبد الله. واضح بأن كانت إشكالية لدى الخطة تتمثل في الأردن. بدأ المجتمع الدولي بقيادة أمريكا أو التحالف بقيادة أمريكا بالتضييق على مملكة الأردن لتحقيق ما يريدون من ذلك. تأتي الزيارة بعد هذا الأمر. النطاق يعني الأمر الآخر بأن الإدارة الأمريكية تدرك تماما بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تقدم كثيرا في السن، وتأتي هذه الصفقة لمرحلة ما بعد محمود عباس. محمود عباس يدرك تماما، ويعني وصلت له رسائل عدة بأنه خارج هذه الصفقة، لن يكون جزءا من هذه الصفقة، ويدرك تماما بأن ثمن هذه الصفقة ستكون إنهاء حياته السياسية. طبعا صفقة القرن، يعني المصطلح هو مصطلح متداول فلسطينيا وعربيا، لكن الإدارة الأمريكية تتحدث عن خطة سلام فلسطينية إسرائيلية ستقوم بعرضها. ملامح هذه الصفقة فقط واضحة من خلال وسائل الإعلام، إلا أن هذه الصفقة غير واضحة، يعني غير مقدمة بشكل واضح من الإدارة الأمريكية. يعني كما تعلمون بأن مباحثات السلام ما بين إسرائيل وما بين الفلسطينيين توقفت منذ عام 2014. كانت الجهود الأخيرة كانت من خلال وزير الخارجية الأمريكي. أستاذ عماد، يعني بالكلام عن الدور الأمريكي في هذه القضية، إلى أي مدى ترونه قد تعدى دور الوسيط في هذه القضية وأصبح يتخذ دورا وهو الآمر الناهي وعلى السلطة الفلسطينية تنفيذ هذا المخطط دون اعتراض؟ أريد الرجوع إلى الوراء قليلا. يعني محمود عباس في اتفاقية ريفر واتفاقية ألفين، نعم، اتفاقية ريفر واتفاقية ألفين كانت مباحثات، محاولة من أجل أن يقوم ياسر عرفات بالتنازل عن ملف الاستيطان وملف القدس، لكن ثمن ذلك طبعا جاء انحسار على الرئيس الراحل ياسر عرفات وإنهاء حياته لتبدأ مسيرة محمود عباس. طيب، يعني ما توقعاتكم لرد فعل السلطة لهذه الخطوات، وهل تعتقدون أن تصريح صاحب عريقات يكفي في هذا السياق؟ يعني أنا باعتقادي أنه محمود عباس لا يمتلك أي شيء، وأنا يعني حسب ما تتحدث روايات من داخل مؤسسة المقاطعة من مبنى المقاطعة بأن صحة الرئيس محمود عباس في تراجع. يعني الحديث هنا عن ما بعد المرحلة السياسية لمحمود عباس. أما بخصوص رد صائب عرقات، يعني هناك الحديث عن زيارة سرية قام بها صائب عرقات، يعني تحدثت بعد ذلك وسائل الإعلام الأردنية عن ذلك، لكن هي في البداية كانت زيارة سرية من صائب عرقات وماجد فرج. وبالتأكيد يعني كان الحديث من خلال الحديث على الصفقة وتمريرها. يعني أنا باعتقادي بأن هناك تواطؤ من بعض الأركان في السلطة لإعداد المرحلة ما بعد محمود عباس. أنا يعني النقطة التي من برأيكم سيتمكن من مسك زمام الأمور بعد محمود عباس؟ نعم، لكن أنا أريد أن نوضح نقطة معينة. إشكالية محمود عباس ليست طبيعة الصفقة. إشكالية محمود عباس أن الصفقة تأتي لمرحلة ما بعد محمود عباس، إنهاء محمود عباس سياسيا. هو يريد أن تمر الصفقة من خلاله، يريد أن يكون هو جزءا من الصفقة، وهو متخوف من مصير كما مصير ياسر عرفات. مصير ياسر عرفات انتهى، جاء بعده محمود عباس ليكمل مسيرة
الصفقات الإسرائيلية الأمريكية، وبالتأكيد ما بعد محمود عباس سيأتي من هناك مخولون لإدارة هذه الصفقة وليكونوا جزء من هذه الصفقة، لكن ليست على شكل صخوص بالتحديد، ربما تكون من خلال مؤسسات، ربما من خلال تكون هناك من خلال تكريس واقع معين. يعني إذا لاحظنا تماما بأن بدايات الصفقة تتكرس في تقديم المساعدات اتجاه قطاع غزة، إغراق قطاع غزة بالغنائم الاقتصادية للقبول بالصفقة بشكل آخر. يعني لا، يعني ليس من المفترض أن تقول حركة حماس لا، لكن تدريجيا حماس قد توافق بعد ذلك. طيب، ما يحصل في غزة، مضايقات إلى الفلسطينيين هناك، مضايقات صهيونية من قبل قوات الاحتلال، أيضا اليوم الأونروا تخفف من مساعداتها، هل يمكن أن نقول أن هذا كله يجري محاولة لتركيع المقاومة الفلسطينية؟ يعني عملية تركيع المقاومة الفلسطينية بالتأكيد تتم حاليا والآن، لكن ليس بالإطار العسكري، هو بالإطار التأزيم. يعني 12 سنة من الحصار الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي، يعني لن ينتهي هذا الحصار إلا من بإحدى الوسيلتين، إنهاء حركة حماس تماما أو أن ترضخ حركة حماس بقبول دولة سبع، ليست دولة 67 آسف، قبول ولاية أو وجودها في قطاع غزة ومقابل أن تبتعد قليلا عن الضفة الغربية. ما أعلمه بأن حركة حماس تفهم هذا الأمر وما زالت تصر على رفض صفقة القرن، ومسيرات العودة هي كان أكبر رسالة من حركة حماس للمجتمع الدولي، حتى يعني بالرسالة كانت واضحة بأنه حتى لو أردتم أن تغلقوا قطاع غزة اقتصاديا يوجد لدينا أهداف، لن نستسلم من ذلك. الشهور القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لقطاع غزة، ستكون حاسمة بالنسبة لمصير السلطة الفلسطينية. وواضح أن الإدارة الأمريكية بإدارة شخصية اقتصادية ليست شخصية سياسية كترامب، هو يريد أن يمرر الصفقات السياسية من خلال الاقتصاد ومن خلال المال. واضح بأنه قادم يعني عازم بشكل كبير على تمرير هذه الصفقة، رغم أن الفلسطينيين، يعني الواضح الفلسطينيين مستبعدين تماما عن هذه الصفقة. وما يجري حوالي يعني حاليا هو تركيع دول الإقليم للقبول بهذه الصفقة لتكون هي خطة إقليمية عربية إسرائيلية أمريكية تجبر الفلسطينيين عليها. المحلل السياسي الفلسطيني عماد أبو الروس، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.